واش وهذا الحد اللي كيتسمى ديوان؟ هذا هو ديوان مع سيدي. مقبره اغيلان هي هذه، مقبره اغيلان هي هذه. ها مقبره، الناس باقا كتمر هنا. ها شوف صور مقبره اغيلان، وهذا هو مسجد الدويمعة. نعم سيدي، هذا اللي مذكر في الحدود ديال الملك ديال توراد الدويمعة. ما حفرات يعني ما كعقول كنز هنا. شوف هذه الحفرة ديال شي، هذا شي طماع بحال حدا. هذه تسمى مقبرة اغيلان. اغيلان بمتسار تورد، المكان مسمى جويمعة. إذن أرض الصحراء من هنا كتحد، هذا هو الحدود بين بني سلمان ومن بشار وتورد ومتسار تورد بني منصور. نحن وقفنا على هذا الحد هذا كامل. ها المقابر هي هذه، ها المقابر مسالمين هنا. تحت الليل ياك؟ نعم تحت الليل. هي هذه المقبره اغيلان. هي زيد تما ديك الطريق، هذه هي الكوديه اللي عندنا الحد مع حنا مع الناس ديالنا في التاريخ. مقبرة اغيلان. مقبرة اغيلان الله يهدي. وهذا صبر، وهذا متسر بني تورات. تورات الله يهدي، هذا متسر تورات. جماعة بني منصور. نعم. مقبرة اغيلان. هذا الحد الفاصل بين بني سلمان وتورات. بني سلمان وبني منصور هو تورات. هي تورات. هي 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 طلعت شفاق شفاق وركب. انا بني منصور انا مساكن شي دراري. هذا كيقولوا انتم، كيقولوا انتم حررتونا. عجب عجب هذا الناس كيقولوا. ضروري مرحبا بكم اسيدي العامة. هذا الناس تورد، هذا هو من الناس تورد شر تورد مقبرة داغيلان. نعم كل حطان حردوا. وين كاين انا عادل بن سلمان بني سلمان في لبقان. شنو الاسم ديالك؟ عبد الله اخرب. صافي اخرب كنعرف عبد الله اخرب من لبقان. جينا نشوفوا الارض ديالنا اللي خصهم يدوها من بشار بن جعام والكسوله اللي يحفظوها. ما خصهم يحفظوها الراس، ما يحفظوها الراس من بشار.